اغنيه بتاعت الفنان هاني شاكر اللي هي يا زمالك منصور، عارفينها الاغنيه دي؟ ابطال ايد واحده طول الحياه يا زمالك منصور، عارفين الاغنيه دي؟ الاغنيه دي من ساعه ما المستشار مشي بقالنا سنه ما بنسمعهاش، فالاغنيه دي هنرجع نسمعها تاني. ده بالنسبه للاغنيه بتاعت دايما منصور، اكيد هنرجع نسمعها تاني وانا عاوز محمد ابو العيله يشغلها بنفسه، هو اللي شغلها بنفسه محمد ابو العيله. طيب النهارده دوري ابطال افريقيا كانت القرعه بتاعت التصنيف، ومفاجاه يا سيمبا اللي هو رزع اصحابنا ثلاثه قبل كده يودع دوري ابطال افريقيا. اتغلب سيمبا من فريق اسمه جالاكسي بوتسواني، فريق بوتسواني. حصل حاجه غريبه قوي في الماتش ده، في ماتش الذهاب وماتش العوده، عاوزكم تقولوا لي رايكم فيه. يا سيمبا بيلعب بره ملعبه، يعني سيمبا بيلعب بره ملعبه، بيلعب في بوتسوانا، فسيمبا كسب بره ملعبه 2 مش عارف 0 ولا كام، واتغلب في تنزانيا 3-1 او العكس يعني. فالفريق بتاع جالاكسي ده اللي هو بطل بوتسوانا هو اللي دخل دوري ابطال افريقيا، هو اللي دخل دوري ابطال افريقيا، وسيمبا خرج، سيمبا خرج. فبرضو دي حاجة انا كنت عاوز اقولك عليها، ان سيمبا ودع دوري ابطال افريقيا. عاوز اقولك كمان ان الكاف بيهنئ طارق حامد بعيد ميلاده النهارده. الكاف على صفحته الرسميه على الفيسبوك هنى طارق حامد بمناسبه عيد ميلاده. وطارق حامد ما دام الكاف بيهنيه، احنا قدام لعيب كبير، واحنا قدام لعيب بالمناسبه طارق حامد عقده مش هيقل عن مليون دولار في السنه. عقد طارق حامد مش هيقل عن مليون دولار سنويا صافي من الضرايب، مليون دولار كده صافيين ما فهمش اي حاجه. ده بنسبه كبيره، ده بنسبه كبيره. فكل سنه وانت طيب يا طارق يا حامد، واحنا باركنا لك الصبح وقلنا لك الف كل سنه وانت طيب. يعني ده بالنسبه لطارق حامد. تعالوا نشوف الاربع تصنيفات بتوع دوري ابطال افريقيا. التصنيف الاول الاهلي، الترجي، الوداد، الرجاء. الاربع فرق دول هقوله لكم تاني. التصنيف الاول الاهلي والترجي والوداد والرجاء، ده تصنيف اول. التصنيف الثاني الزمالك وصن داونز وحوريه كوناكري الغيني والنجم الساحلي. هقول لك التصنيف الثاني تاني، الزمالك، صن داونز، حوريه كوناكري، النجم الساحلي. التصنيف الثالث الهلال السوداني وبترو اتلتيكو ووفاق سطيف الجزائري وشباب بلوزداد الجزائري. يعني فرقتين في التصنيف الثالث من الجزائر، يعني وفاق سطيف وشباب بلوزداد. والتصنيف الرابع المريخ السوداني وفريق اسمه امازولو، اعتقد ده جنوب افريقي، وفريق اسمه ساجرادا وجالاكسي اللي هو البوتسواني. طبعا التصنيف الرابع ده الفرق ما عدا طبعا المريخ تيم محترم. انما التصنيف الاول فيه فرقتين من المغرب اللي هو الوداد والرجاء، والتصنيف الثالث فيه فرقتين من الجزائر. اتمنى الزمالك لما يجي يقع، ما هو الزمالك هياخد من التصنيف، لان الزمالك تصنيف تاني، الزمالك هياخد معاه يعني من التصنيف الاول والثالث والرابع مع الزمالك. لو هتسألني على رأيي، أتمنى الزمالك يلاعب الوداد في التصنيف الأول ويبعد عن الترجي والأهلي مؤقتا، وأتمنى الزمالك من التصنيف الثالث ناخد معانا بترو أتلتيكو الأنجولي، ومن التصنيف الرابع بقى ناخد أي فريق ما عدا المريخ السوداني. فأتمنى دي تكون مجموعة الزمالك وما نقعش مع فرقتين من الجزائر و ما نقعش مع الاهلي او الترجي. فده بالنسبه للزمالك والتصنيفات بتاعت الزمالك. تعالوا بقى ندخل على موضوع تاني،
انا كاتب بره في العنوان لان انا اللابتوب مش قدامي دلوقتي. علي معلول طار والاعلام محتار. الاغنية حلوة، الاغنية حلوة صح؟ علي معلول طار والاعلام محتار، عشان تبقى حافظ الاغنية دي. لغاية ما انا بكلمك دلوقتي، بكرة ممكن الامور تتغير، انما لغاية ما انا بكلمك دلوقتي علي معلول رافض التجديد للاهلي. نقول كمان لغاية ما انا بكلمك دلوقتي علي معلول رافض التجديد للاهلي، عاوز رقم والاهلي مش عاوز يدهوله، وعاوز يجدد 3 سنين لانه سنه كبر، عاوز يضمن نادي يكون قاعد فيه، والاهلي عاوز يجدد له 2 سنين بس عشان سنه كبر. ففي مشكلة ما بين علي معلول والاهلي. طيب هل ومش هزهق وانت ما تزهقش مني، لان كتر التكرار بيربي الشطار. مش هزهق ان انا اتكلم. ما في الغام، عارف انت الحتة بتاعت علاء ولي الدين في عبود على الحدود؟ ما في الغام، ما في اعلام، ما في اعلام هيقدر يفتح بقه على موضوع علي معلول، ولا في راجل من الهبيدة اللي بيطلعوا كل يوم بالليل يقعدوا يلبسوا البدل والجرافطات اللي هم مأجرينها، مفيش راجل هيطلع يتكلم على الموضوع ده. النهاردة يمكن على اليوم السابع كده خبر صغير بيقولك علي معلول تعثر مفاوضات تجديد علي معلول مع الأهلي، وعنده عرضين من الاتفاق السعودي والاتحاد السعودي. ده بالنسبة لعلي معلول. هنشوف حد هيتكلم الفترة اللي جاية دي ولا لأ، وهنشوف حد يفتح بقه من الإعلام الغير محايد بتاعنا الفترة اللي جاية دي ولا لأ، وحالهم يصعب على الكافر بيني وبينك. يعني مفضوحين، عارف المفضوح؟ عارف فضيحة ال هم مفضوحين. كل اللي انت بتشوفهم دول شوية اللي بتسكعوا بالليل طول الليل على القنوات كده، هم حدش هيجيب سيرة علي معلول. طيب تعالوا بينا نتكلم على النهاردة. تواصلت مع عدد من الأصدقاء كده داخل النادي، هم أعضاء في النادي يعني، فبقول لهم إيه الدنيا النهاردة وإيه الحكاية وإيه الرواية. قالوا لي النهاردة سمعوا بعد الحكم بتاع المستشار مرتضى منصور، سمعوا زغاريت وسمعوا احتفالات وسمعوا ناس فرحانة وأعضاء مبسوطة داخل النادي. طب سألتهم أخبار الكابتن حسين لبيب إيه، وأخبار اللجنة إيه، والدنيا أخبارها إيه. سألتهم أخبار الكابتن حسين لبيب إيه والدنيا والحكاية والرواية. قالوا لي الكابتن حسين لبيب ما جاش، ولا حد من لجنته جه، والناس مش موجودة ومختفين. قلت لهم طب الاختفاء ده عادي ولا مش عادي؟ قالوا لي لا مش عادي. النهاردة أول يوم ما يكونش فيه ولا واحد من اللجنة موجود. طب الناس راحت فين؟ ما تعرفش. سمعت النهاردة كلام من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا بيقول لك إن كابتن حسين لبيب زعلان من الحكم، واللجنة زعلانة من الحكم ومتضايقين من الحكم. وعارف أنت اللي بيقول لك إيه؟ والله ما انا لاعب. وراحوا واخدين بعضيهم وركب الناقة وشرخ. ده الكلام اللي انا سمعته النهاردة من الاعلام، يعني الملخص اللي بيتقال. يعني هنشوف الكورة في ملعب وزير الشباب والرياضة. هو الوزير اللي انا عارفه ان هو مش هيستشكل على الحكم ومش هيعمل طعن على الحكم. يعني ايه؟ يعني الوزير تقبل الحكم وهيتعامل عليه. دي المعلومات اللي جات لي، ممكن تبقى غلط ممكن تبقى غلط، بس المعلومات اللي جات لي بنسبه كبيره انت عارف بتبقى صح. الوزير مش هيستشكل على الحكم ومش هيعمل طعن على الحكم. فالوزير مش عاوز الغضب يزيد اكتر من كده، وانتم فاهميني وانا فاهمكم، ومش هنوضح. الوزير شايف ان في غلط، والوزير شايف ان الغلط ده حصل معاه غضب،
وغضب شديد، وقنوات اليوتيوب الزملكاوية المحترمة، مش العيال اللي هم اللي دمهم تقيل بتوع السبوبة اللي بيقعد يهزق في ناديه عشان واحد اهلاوي يخش يقول له انت محايد قوي وجميل قوي الله عليك، العيال التعبانة دي. فلا، هم شايفين ان الزملكاوية زعلانين، ان في توجه عام زملكاوي غاضب، في جزء شريحه كبيره جدا من الزملكاويه اللي بجد مدين. هسيبك بقى من اللي يقولك اصل انا زملكاوي ومش حابب مرتضى عشان الالفاظ التي تدخل البيوت الشريفه العفيفه، الكلام ده اعرف ان هو يا اما اهلاوي يا اما كده. يعني الزملكاوي اللي بجد ممكن يختلف مع مرتضى منصور، انت عندك واحد اتنين تلاتة، بس انت رئيس عظيم. في شوية اخطاء والفيفا والحكاية والرواية، بس انت عملت كتير. ده الزملكاوي اللي تلاقيه زملكاوي بجد، عيل كده ليه قلب كده. انما اللي هم العيال الكيوت ده زي الواد اللي هو الخبرة ده، إيه انت وحش يا مستشار، الكابتن حسين لبيب حلو. طبعا الكابتن حسين لبيب كويس، بس المستشار في حتة تانية. المهم، فالوزير مش هيعمل استشكال ولا هيعمل طعن على القرار. والقصة دلوقتي هم بيحاولوا يشوفوا لها مخرج، لان لو صحت المعلومة بتاعت الكابتن حسين لبيب اللي هو مش عاوز يروح النادي هو ولجنته، لو صحت المعلومة دي اعتقد الزمالك كده بقى بيت اشباح، بيت اشباح. لو الكابتن حسين لبيب قال مش لاعب وراح واخد الكرة بتاعته وطلع، عارف انت زمان لما كنت بتبقى انت صاحب الكرة وتنزل تلعب، يقعدوك احتياطي او يوقفوك جون، تروح انت عامل ايه؟ واخد الكرة بتاعتك وطالع، والله ما انا لاعب. او ممكن يكون الكابتن حسين لبيب عامل كده، واخد العصابة او عصابة اللجنة بتاعته ومش، والله ما احنا لاعبين. ممكن، ممكن، كل شيء ممكن. بس لو حصل كده انت عندك الدنيا فيها مشكلة في نادي الزمالك. فانا بقترح على سيادة الوزير اقتراح حلو قوي. انا عارف الاقتراح ده مش هيتنفذ، بس لو انا مكان الوزير وعاوز بقى اريح دماغي من ام القرف بتاع نادي الزمالك وجماهيره اللي عمالة كل شوية بتتكلم وزعلانة ومش عارف ايه والكلام ده كله، لو انا مكان سيادة الوزير يعني هعمل حاجة لطيفة قوي. يا سيادة المستشار تعال عاوزك، يا كابتن حسين لبيب تعال عاوزك، يا جماعة دلوقتي انا هتقمص دور الوزير، يا جماعة دلوقتي طلع حكم محكمة والمفروض احنا نحترمه، يا كابتن حسين بعد اذنك يا ريت تسلم المستشار مرتضى منصور النادي ويحصل تسليم وتسلم، ومجلس المستشار مرتضى منصور يستلم الليلة، والمستشار مرتضى منصور ياخد الورق بتاع الاستلام ويطلع على النادي، هيفرح طبعا بيه وهيجري على النادي، ويطلع المستشار مرتضى منصور على النادي يستلم النادي من بكرة الصبح. وبعد ما المستشار مرتضى منصور يمشي ويروح، هقول للكابتن حسين لبيب بيني وبينه من غير ما حد يسمع، يا كابتن حسين خليه يشيل الشيلة، خليه يشيل الشيلة، يدفع فلوس بطيب، ويدفع فلوس جروس، ويدفع فلوس باتشيكو، ويدفع فلوس شيكابالا ومحمد ابراهيم، خليه يشيل الشيلة ويجيب فلوس من هنا ويجيب فلوس من هنا، وعنده ماتش الاهلي، خليه يدخل المعككة. فيا كابتن حسين ما تزعلش وسيبه بالبلدي كده يلبس، البس الشيلة بتاعتك ويريح نفسه الوزير، ويبقى رجع المجلس بتاع الزمالك بحكم قضائي والدنيا حلوة وزي الفل. ليه سيادة الوزير ما يعملش كده؟ الموضوع سهل، الموضوع سهل. ليه سيادة الوزير ما يعملش كده؟ معرفش، هو ده مش هيحصل، انا بحلم، لان الموضوع هو تدمير نادي الزمالك. اوعى تفتكر حكم محكمة ادارية عليا، طعن مجلس الدولة، محكمة القضاء الاداري، استشكال، انا دماغي وجعتني يابا. انا راجل عاوز اتفرج على كورة واحلل على قدي، انا بفهم كورة على قدي. فالكلمتين اللي انا عارفهم اطلع اقولهم لاخواتي وخلاص وشكرا. انما احنا دخلنا في مواويل، دخلنا في شارع هو اتجاه واحد، وان واي، مفيش انك ترجع. فاتمنى من الوزير يريح نفسه، يا سيادة المستشار
امسك الشيله اهي خد اشقد. عارف انت في فيلم اسمه ايه المنسي كان بيقول له يا اخينا اللي هو مصطفى متولي الله يرحمه بيقول له اخينا العادل امام انا نفس الوزير يقول للمستشار مرتضى منصوري اخينا ويحذف له النادي ويريح دماغه وسيب بقى البس بقى القضايا بتاعت جروسو واللعيبه واللي مش عاوز ينزل التدريب والمستحقات والكلام ده كله بالذمه. ايه رايكم في الكلام اللي انا بقوله؟ مش ده رايح كل الاطراف؟ جمهور الزمالك هيسكت، مستشار مرتضى هيسكت وهيتلهي في النادي، والوزير هيرتاح ويركز بقى في شغله وفي الوزاره ومشاكل الوزاره، والكابتن حسين لبيب يترشح لانتخابات كره اليد الاتحاد، وبعد كده عاوز يبقى رئيس اللجنه الاولمبيه ولا اللي هو عاوزه ربنا يوفقه. ويا دار ما دخلك شر. انما بقى هنقعد نقول اصل انا راجع بعد 5 نوفمبر و4 اكتوبر و15 يناير وحرب الاستنزاف وحرب 6 اكتوبر وحرب الخليج، طلع حكم النهارده يومين ثلاثه النادي يتسلم وشكرا. ده اللي انا افهمه، ده اللي انا افهمه. انما انا جاي لي معلومات يا رب تطلع غلط، يا رب تطلع غلط. اللي انا قلته لكم الصبح مش هقعد بقى اعيد وازيد فيه عشان عندنا كلام مهم عاوز اتكلم فيه. تعالوا ندخل على مفاجآت في قائمة نادي الزمالك بكرة. مفاجآت في قائمة نادي الزمالك بكرة، ايه اللي موجود بكرة في قائمة نادي الزمالك؟ في قائمة نادي الزمالك النهارده كارتيرون اعلنها، بكرة الاثنين طبعا التدريب الاخير والاستعدادات الاخيرة، يوم الثلاث الماتش. في حراسة المرمى ابو جبل وعواد، في الدفاع في ثلاث مدافعين وده قليل جدا جدا جدا، كنت اتمنى حسام عبد المجيد يبقى موجود. موجود الثلاث مدافعين بتوعنا اللي هم الاساسيين محمود علاء والونش محمد عبد الغني. على اليمين في حمزه المسلوسي، وعلى الشمال في محمد عبد الشافي وعبد الله جمعه. طيب دلوقتي مفيش ورا حسام عبد المجيد، مفيش ورا حسام عبد المجيد، وفي اليمين مفيش حازم امام. مفيش حازم امام ليه؟ عشان خاطر حازم موقوف اربع مباريات من اللي ربنا ينتقم منه احمد مجاهد. قولوا امين، قولوا امين، لا لازم كلكم تقولوا امين. حازم امام موقوف اربع ماتشات من اللي ربنا ينتقم منه احمد مجاهد بحق جاه النبي. عايز كده اشوف اكتر من 40 دعوة يمكن دعوتنا ربنا يستجاب يعني ليها ولا حاجة، وربنا ينتقم منه بجد ونشوف في يوم. فعاوز كده اشوف 40، عايز اشوف 40 امين. فحازم موقوف اربع مباريات، فالمسلوسي بكرة لوحده. طيب في الشمال عبد الشافي وعبد الله جمعة بس. طب ايه سر غياب ابو الفتوح رغم انه الماتش اللي فات خارج كويس ومفيش اي مشاكل؟ اعتقد ان كارتيرون بيريحه، ماتشات المنتخب بتاع تصفيات كاس العالم وماتش الذهاب والاياب بتاع التذكر، فاعتقد ان كارتيرون بيريح احمد ابو الفتوح. حلو. طيب تعالوا بقى ندخل على نص الملعب. احنا قلنا خلاص مسلوسي ومحمود علاء محمد عبد الغني والونش، وفي الشمال عبد الشافي وعبد الله جمعه بس، وطبعا ابو جبل وعواد. تعالوا ندخل على نص الملعب، في طارق حامد واحمد سيد زيزو، اشرف بن شرقي ورؤى، اسلام جابر، محمود عبد العزيز، وامام عاشور، ومحمد اوناجم حمد لله على السلامه، ومصطفى فتحي حمد اللين على السلامه، واوباما اهلا وسهلا. وفي الهجوم، في الهجوم الجزيري وعمر السعيد حمد لله على السلامه. فانت جولك خلاص الثلاث اعارات الجداد، وناجم موجود في القايمه، مصطفى فتحي موجود في القايمه، ومصطفى فتحي وعمر السعيد يعني وناجم دول موجودين. محمد الشاذلي هو بيقول ابو الفتوح ثلاث انذارات. متشكرين يا محمد، انا ما كنتش اعرف المعلومه دي، انا كنت بحسب ان هو بيريحه، ما اعرفش ان كان في ثلاث انذارات. طبعا فتوح مش موجود، حازم امام
وشيكابالا برضو مش موجود. شيكابالا التلاتة ايقافات بس، فتوح انذار تالت، وحازم امام واخد 4 مباريات، وشيكابالا 8 مباريات، عشان اللي ربنا ينتقم منه احمد مجاهد. هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ عايزين 40 امين تاني عشان شيكابالا بقى. الاربعين امين الاولانيين كانوا عشان حازم امام، معلش انا بتقل عليك، بس ده شيكابالا، انا اسف. فعايزين 40 امين كده لشيكابالا. الله ينتقم منك يا احمد يا مجاهد. ايه؟ امين. طيب احنا كده خلصنا كلام، هندخل على كلام تاني خالص، اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. النهاردة تعمدت ان انا اخش اتفرج على بهلول وخالتي اللتات. تعمدت بقى النهاردة، هكلمك بصراحة بقى مادام انا مسكت القلم يبقى هتكلم بصراحة. تعمدت النهاردة حب استطلاع. انا اصلا عمري ما نزل مستوايا للناس دي، عمري ما نزل مستوايا للناس دي. يمكن انا شايف نفسي ان انا الحمد لله يعني غيرهم على المستوى الاخلاقي وكل حاجة يعني. انما انه يعني انا ما بتفرجش عليهم، واللي بتفرج عليهم انا بزعل منه. انما النهاردة تحديدا دخلت اتفرج هم قالوا ايه، بهلول وخالتي اللتاتة. مش عايز اقول لك كمية عياط وكمية نواح وكمية بكاء ولا الهبد، فعندهم شوية هبد. النهاردة انا طلعت بشوية هبد، اقسم بالله يعيشوني سنة قدام. شوية هبد. وبيتكلموا بقى في ايه الاتنين دول اللي هم بهلول وخالتي اللتاتة؟ بيتكلموا ان مرتضى هيرجع ولا لا، وكواليس الحكم ايه، طب ووزارة الشباب هتعمل استشكال ولا لا. هم مسمين نفسهم صحفيين، انما هم لا ينتموا الى مهنة الصحافة باي شكل من الاشكال. دول مش صحفيين، دول يعني مع احترامي للسباكين، يمكن السباك بنحتاجه، السباك ده مهنة كويسة جدا، لولا نحتاس والشقق بتاعتنا تتبهدل يعني. فأنا مش لاقي وصفة، يعني مش لاقي وصفة أقوله عليه. فعملين بيتكلموا مرتضى راجع، لا مش هيرجع، أصل الاستشكال، أصل الوزير هيعمل استشكال، أصل مش عارف إيه وإيه 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 وإيه. وعشان هم مش إعلاميين نسوا يتكلموا على حاجة مهمة، نسوا يتكلموا على حاجة مهمة، لو هم إعلاميين يعني، إنما هم مش إعلاميين. نسوا يتكلموا على جمهور نادي الزمالك اللي بيعاني بقاله سنة. جمهور نادي الزمالك يعني اللي شاف مطبات مفيش جمهور في الكون يستحملها، من حل مجلس إدارة للمهاجم الرئيسي بتاعك يمشي، يتباع بسعر ويتباع بيع زي الزفت وبيع زي الأطران، حتى لما جم يعملوا غلط أخروا الغلط. يعني مصطفى محمد اتباع برقم 4 مليون دولار، ده رقم قليل يعني. ده أشرف بن شرقي عايزين نحط 2-3 مليون دولار شرط جزائي، مصطفى محمد اتباع ب4 مليون دولار بس. ولما باعوه ب4 مليون دولار قال لك هنقبض الفلوس في 1/7/2022، فحتى البيعة طلعت خايبة. انما الناس دي لو محترمة، بهلول وخالتي اللتاتة، الناس دي لو محترمة، هم مش محترمين طبعا، كانوا تكلموا على جمهور نادي الزمالك، جمهور بيعاني، مرتضى منصور رغم ممكن انت شايف عنده اخطاء انما الراجل ليه شعبية، جمهور الزمالك استفاد ايه من ال11 شهر دول؟ لا طلع مخالفات ولا طلع نيابة ولا 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 اي حاجة. طب مشي في ايه مرتضى منصور؟ رجع في ايه مرتضى منصور؟ الناس دي لو محترمة تتكلم في كده، انما الناس دي مش محترمة، عمالين بيتريقوا على خلق الله. وهم يعني انا ممكن اقسم بالله انا ممكن اخلي كل الناس اللي معايا في البس، لان انا بعرف اقلد كويس قوي يعني، انا ربنا مديني موهبة التقليد، ممكن اخليك تعيط من الضحك عليهم، تعيط من الضحك عليهم وعلى اسلوب كلامهم وعلى صوتهم وعلى شكلهم. انما انا ما اقدرش اعمل كده، لاني انا عمري ما هتريق على عيب خلقي
ربنا خلق. انا كده بقى استغفر الله العظيم بعيب على خلقة ربنا مش بعيب عليه، ودي تربيتي انا اتربيت على كده. فانا مش قادر اطلع اقلد واحد وهو بيتكلم، ولا اطلع اقلد واحد بصوته، ولا اي حاجة، ولا اي حاجة. فاللي انا عايز اوصله لك ان هم بدل ما يتكلموا جمهور نادي الزمالك كسب ايه من ال 11 شهر دول، وجمهور نادي الزمالك اتبهدل، وجمهور نادي الزمالك يعني شاف مطبات صعبه، ووقفه ربنا، ووقفه جمهور نادي الزمالك المحترم. جمهور نادي الزمالك ده طوفان في ظهر النادي، طوفان. لولا وقفه جمهور نادي الزمالك ده كان النادي ده انهار. نادي الزمالك ده لو كان اي نادي في العالم غيره مر باللي نادي الزمالك مر بيه، النادي ده كان اتهد، النادي ده كان وقع. كنت نفسي اسمعهم بيتكلموا كده.